على إقبال كثيف على الاشتراك في تطبيق أعضاء النادي الأهلي. الأهلي ممبر كنا اتكلمنا مع حضراتكم فيه قبل كده، وقلنا النادي الأهلي دايما سباق ودايما هو الرائد بصراحة في كل حاجة النادي عمل بيه الأهلي ممبر لخدمة أعضاء النادي الأهلي، ولقى إقبال كبير جدا جدا من أعضاء النادي الأهلي. هقول لكم بسرعة أو أفكركم بالتطبيق، بيقدم خدمات كبيرة النادي الأهلي على رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط أونلاين دون الحاجة للذهاب إلى المقر، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات أو عن طريق خدمة توصيل المنازل. كمان يمكن الأعضاء من خلال هذا التطبيق التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي الأهلي، مثل قائمة المطاعم الموجودة في المقر أو المقرات الثلاثة، ومواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية في مختلف المراحل العمرية، ويجري حاليا تجهيز لإطلاق خدمة حجز وسداد رسوم الرحلات. المرحلة الثانية من التطبيق إن شاء الله هتكون فيها إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب، ويتضمن التطبيق أيضا قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات هيترد عليها في خلال 48 ساعة بالكثير. كمان هيكون في التطبيق الجديد إن شاء الله أو المرحلة الثانية قسم خاص بأخبار النادي الأهلي والفعاليات اليومية التي يشهدها على مدار الساعة في كل فروعه، ويقدم التطبيق أيضا مسابقات يومية حيث يتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار ثلاثة فائزين في نهاية الشهر وتقديم جوائز قيمة لهم. إن شاء الله دايما الأهلي سباق ودايما رائد في كل حاجة، كل الخدمات بيأديها النادي الأهلي أو بيوفرها النادي الأهلي لأعضائه، ودي حاجة طبعا مش جديدة عن النادي الأهلي، ودور هام وملحوظ في إدارة النادي الأهلي إن هو دايما يعني بيشتغل على خدمة الأعضاء وبيوفر لهم كل السبل الراحة.